خلية النحل بالشوكولاتة. بصوا ده كده، دي النسخة، دي النسخة. الفرن بتاعنا شغال على درجة حرارة 180، هنسيبها في الفرن دلوقتي تستوي عشان نشوف عملناها ازاي. بس دي فوق وتحت، مش تحت بس. نقفل كده ونرجع نشوف عملنا ايه. خلية النحل بالشوكولاتة احنا النهاردة حاشينها حشوة مميزة، حاشينها كده العشاق اللي فاكرين الشوكولاتة بتاعت زمان اللي كنا بنجيبها كده، واللي هي اسمها جيرسي. انا اقول اسمها عادي لانها ما بقتش موجودة، ده ما اعتبرش اعلان، بس في بازيل ليها بقى دلوقتي. وده برضه مش هقدر ان انا اقول اسمه. حاجة كده شوكولاتة من بره ومن جوه بيبقى فيها خليط جوز الهند، دي انا مش بحبها، دي انا بعشقها. طيب فالنهاردة حبيت انها فالنهارده حبيت ان خليه النحل تكون مختلفه. متعودين ان خليه النحل العجينه بتاعتها بتبقى بيضه، والحشوه من جوه ايا كان، لحمه مفرومه، حشيناها مره في شم النسيم، حشيناها في سيخ ورنجه، فالحشوات اللي هي بتاعت خليه النحل على حسب ما حضرتك عايزه. لكن ان انا اعمل خليه نحل بالشوكولاته واحشيها بالباونتي او احشيها بجوز الهند مع الحليب المكثف، تخيلوا شكلها وطعمها يبقى عامل ازاي. طيب تعالوا نبدا فيها الاول كده. انا هسيب المقادير بتاعت العجينه، خلي المقادير تنزل برضو. يلا بينا ننزل المقادير، وهبدا دلوقتي اشكل. والحليب المكثف ده على فكره احنا عاملينه على ايدينا، انا ما بجيبش حليب مكثف من بره. ليه؟ علشان اللهم لك الحمد والشكر يا رب، اللهم لك الحمد والشكر يا رب، بشهاده كل اللي اشتغلوا معانا وكل اللي دقوه ان الحليب المكثف اللي انا بعمله افضل واطعم بكتير من اللي بنشتريه جاهز. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. طيب بصوا كده، طبعا احنا ممكن نخليه اخف من كده، بس انا متقلاه ليه؟ علشان انا عايزاه يمسك مع الجوز الهند اللي هحشي بيه. يعني احنا ممكن ان احنا نعمله يبقى خفيف زي ما بنجيبه من بره، بقول لك هيطلع اطعم واحلى من بره كمان. طب ما يلا بقى ننزل مقادير، ننزل مقادير العجينه وننزل مقادير الحليب المكثف اللي احنا عاملينه، ونبدا نشوف هنعمل ايه. بسم الله، يلا بينا مقاديرنا على الشاشه. المواصلات زحمه ولا ايه؟ يلا بينا. خليه النحل موجوده اهي على الشاشه. كيلو دقيق، ربع كوبايه من الزيت، نص كوبايه زبادي، 3 معالق كبار من اللبن البودر، معلقه كبيره بيكنج بودر، معلقه كبيره من الخميره، نص كوباية من السكر، 3 معالق كبار من الكاكاو الخام، ومية دافية للعجن. وادام حاطين مية دافية للعجن يبقى احنا هنعمل ايه؟ هنعمل كل المكونات ديت معانا، وارجع بعد كده انزل بالمية في الاخر خالص. طيب العجينة اللي احنا عاملينها دي او العجينة اللي هي الخمرانة، هبدأ ان انا اقطعها كور بالشكل ده كده واعملها كده. ومعلش بقى انا مش لابسه كلافز ولا لابسه حاجه، لان انا بحب احس بملمس العجين. وحضرتك كست بيت برضو في البيت مش تبقي لابسه كلافز وانت بتشتغلي، مفيش امن من ايديكي على معدتك يعني بالشكل ده كده. الحشوه بتاعتنا جوز هند اللي هو الرز دوت اللي هو الناعم، وحليب مكثف. طب مقدار الحليب المكثف بقى بتاعنا ايه يا رغده؟ يلا بينا. كوباية مية مغلية، مغلية تكون بتغلي كده قدامك، وتبدأي ان حضرتك تحطيها في الخلاط وتحطي معاها ربع كوباية زبدة، كوباية من اللبن البودر، كوبايتين من السكر باكت فانيليا، واضربي ده كله في الخلاط مع بعض. افضلي اضربي فيه حبة حبة حلوين كده لحد ما يديكي السمك والتقل اللي حضرتك عايزاه. هيطلع معاكي والله العظيم وعن تجربة افضل مليون مرة من الحليب المكثف اللي بره. وهعمله لكم في مره في فيديو ان شاء الله، او ايه؟ لا بلاش نقول هنعمله في فيديو، عشان سبحان الله مجرد ما بنقول على الحاجه ان احنا هنعملها لكم في فيديو بلاقي حد راح عاملها على طول ومنزلها. نرجع نعملها بعد كده ويرجعوا يقولوا ايه يا رغده؟ يرجعوا يقولوا ايه؟ لا يرجعوا يقولوا ايه؟ اصل فلان عملها وانت لسه مقلده، مع ان انا ممكن اكون قبلها باسبوع قايله على الشاشه، بس مش مشكله، ما بسيبش حقي وانت عارفه. يلا بينا، انا عايزه بوله. لا خالص، هنعمل كده. ادي الصينيه بتاعتنا اهي، والصينيه دي ما بتلزقش، لو بتلزق غلي فيها برشه بسنه زيت.
هرجع اعمل ايه دلوقتي كده على ما تجيلنا البوله. يلا بينا هنخلط الجوز الهند بالحليب المكثف، بس اهم حاجه وانت بتخلطيه انا عايزه الخليط يبقى تقيل، يعني اروح ماسكه الجوز الهند في ايديا كده يتشكل معايا، يبقى ماسك نفسه كده ما يبقاش مسيد. وهوريكم دلوقتي هنعمل ايه. ادي جوز الهند اهو، وهبدا ان انا اخد شويه من الحليب المكثف كده. عملنا العجينه بتاعتنا اهي، بسم الله ما شاء الله عليها العجينه بتاعه الحشوه نفسها. بصوا بصوا ماسكه ازاي، تحسوا ان هي عامله زي اللذيذه، بصوا ماسكه ازاي، هو ده اللي انا بتكلم فيه. ابدا ان انا امسك كده كده امان كده، ببدا ان انا افتح العجينه كده. يعني ايه افتحها؟ يعني افردها بالشكل ده اهي، واخد جزء من الحشوه بالشكل ده. شايفين الحشوه ماسكه نفسها ازاي، مش مسيله ولا اي حاجه، وارجع ان انا الم كده. بالشكل ده كده ألمها كده زي البقجة بالمنظر ده، وارجع بعد كده اهي شايفين المنظر، وارجع الصينية عندي تين قبل ما ننزل بسكوت الشوكولاتة. العجينة بتاعتنا خمرت، ورجعت بعد كده بعد ما خمرت رجعت فتحت قطعتها بالشكل ده كور متساوية، ورجعت فتحت العجينة. يعني ايه فتحت العجينة؟ يعني فردتها بالشكل ده كده عشان تبقى جاهزة ان انا احط فيها الحشو. الحشوة بتاعتنا لازم تكون متماسكة بالشكل ده. اعمل كده واروح مجمعة كده زي البقجة اهي، واروح عاملة كده بالشكل ده، واحطها في الصينية واسيب مسافة بين الكورة والتانية. ليه؟ علشان هي لما تخمر تاني كل ده كده هيتملي زي كده بالشكل ده. شايفين المنظر؟ هي لما خمرت بدأت ان هي تملى الفراغات بتاعتها، وهقفل عليها تاني عشان هي فاضل لها شوية للتسوية. على ما اخلص باقي الكورة بتاعتنا ديت عايزة اقول لكم على حاجة قبل ما اطلع فاصل. انا بصراحة بصراحة عشان ما هقدرش مقادير، انا موضوع الهدر دوت عندي بيبقى فيه مشكله شويه، انا مش هعجن العجينه. ليه؟ انا قلت لكم ان احنا هنعمل ايه، احنا حاطين الميه هي اللي حسب الحاجه، يبقى احنا هنعمل العجين الكيلو دقيق كله، يبقى انا هحط كيلو الدقيق مع السكر مع الحليب البودر مع الزبادي مع البيكنج باودر والخميره مع الزيت مع الكاكاو، كل ده هخلطه الاول مع بعض، وابدا انزل بالميه الدافيه شويه شويه لحد العجينه ما تلم. ومجرد ما العجينه تلم ابدا ان انا اخدمها بالعجن، يعني اسيبها 10 دقائق كمان تتعجن لحد ما تديني عجينه ناعمه، وارجع بعد كده اروح سايباها تخمر وارجع اقطعها واشكلها زي ما حضراتكم شفتوا كده. فانا بصراحه مش هعمل العجينه عشان خساره هتترمي، ومش حرام يعني، ربنا هيحاسبنا على حاجه زي. بسم الله الرحمن الرحيم، حلقه موفقه بالنسبه لي ما شاء الله عليها. بصوا كده، تعالى بقى نعمل كده، خلية النحل بالباونتي كيك ما شاء الله بإذن الله تعجبكم جدا.